السلام عليكم. طبعا قبل العيد او بيوم العيد قلت لكم ان انا بقطع الى خامس العيد، فجاء خامس العيد وما عملتش فيديو، عملت لكم بث مباشر بخامس العيد، وبعدين بعد خامس العيد لحد الان ما عملتش ولا فيديو، لانه ما عملت لكم فيديو لانه صراحة لذت نفسي مش عارف. المهم اللي شي يشوفني يعني ان انا مقطعش ولا شي، انا مقطعش في الانستغرام، روح هناك الانستغرام، انا اعمل هناك ستوريات، يعني اقول كذا براس اليومين، نحن عندي براس اليومين كذا مش قطعة، يعني لما اقول براس اليومين يعني اعتبر نفسي قاطع، اما ان انا براس الشهر كذا قاطع يعني. المهم جاي من الانستغرام ترقوا تحت بالوصف، روح هناك وتابعوني هناك، وانا هناك باكون استمر كذا بالمقطع. المهم كذا يعني ما اقطع هناك بالانستغرام، فتابعوني هناك بالانستغرام وانا ما راح اقطع. المهم ثالث شيء انه قربنا نوصل 16000 مشترك، شكرا لكم وشكرا للي راح يشترك مستقبلا. المهم فيديو اليوم عن لعبة لوس انجلوس، وراح نقرب مابات المتابعين للمرة كم؟ هذه نسخة كم؟ ما اعرف. المهم لحد الان مستمرين على الخطة الذي هي لوس انجلوس سان اندرياس هاف لايف، لوس انجلوس سان اندرياس هاف لايف، وراح نستمر على هذه ان شاء الله حتى نكمل السلسلات مثل ما قلت لكم بالفيديو الاول. وبما ان هذا الفيديو عن لعبه لوس انجلوس فعملت لكم بوست ايش تريد يكون في لعبه لوس انجلوس، وقلت لكم هذه الاشياء، فاكثرهم قالوا اعمل تجربه مابات المتابعين. ففيديو اليوم نعمل راح اعمل تجربه مابات المتابعين، وطبعا فيديو تجربه مابات المتابعين مش كذا يعني بس تجربه مابات المتابعين، يعني انا اجرب مابات المتابعين بس، ان شاء الله في شيء مستقبلي ان شاء الله راح اعمله واحتاج دعمكم فقط. شوف يعني شيء مستقبلي يعني شيء خرافي، مش يعني بشيء يعني شيء خرافي. ان شاء الله بحد الفيديوهات المستقبليه القريبه راح اكلمكم على هذا الشيء واقول لكم ايش الشيء المستقبل الخرافي الذي راح اعمله معاكم وبس. عارف اني اتكلم كثير، دائما بكل مقدمه ضروري اتكلم كثير، ما نجدري كذا، ما اعرف ليش دائما اتكلم كثير كذا بالمقدمات، مش عارف، اللي عارف يقول لي بالتعليقات ليش انا اتكلم كثير كذا. المهم ف ليتس جو. طبعا اليوم معنا 4 مابات اخذتها من الديسكورد من غرفه المابات الخاصه بلوس انجلوس، تجد في غرفه مابات بلوس بالديسكورد خاصه بلوس انجلوس اللي ما يعرف. فرحت هناك واخذت 4 مابات من هناك، حتى اني مش عارف اصلا ايش هالمابات نفسها، فخلينا نقرا ايش قال صاحب الماب وايضا نشوف ايش الماب يعني على ايش يتكلم. نجي لاول ماب، هذا الماب اسمه دبليو ام اكس ماب ديفينيتيف، المهم كذا يعني اسم طويل. المهم صاحب الباب اسمه وسام وسيم اكس، لا يكون هذا ديمو حق المرة الاولى، مش عارف، بس خلينا ندخل نقرب الماب. من مساحة الماب 200 ومدري كم، يعني يحسه كذا كبير. بينما يتحمل هذا الماب، خلينا نتكلمكم ايش قال. قال تحديث جديد اضافات هامة وهي كالاتي، تم تعديل موسيقى الخلفية، تم تعديل بسيط بالحوار، وجاب هذه الصورة اللي تشوفها امامكم. ندخل الماب ونشوف ايش هذا. على ما اعتقد هذا اللي قال الموظفين ما موظفين، على ما اعتقد اللي تكلمت عنه بالفيديو السابق بدل اللي قبل السابق. خالد يجب علينا ان ننفذ مهمة بحذر. في مهمة في هنا، باب، هذا الباب اللي ما كنا نعرف ندخله. You can't enter bro. خلاص اسف. Eat some shit bro. Don't come here again. لا تأس، لنجهز الاسلحة، قم بقتل الموظفين، نقتل الموظفين قبل ان يبلغوا علينا. 1 2 3 نقتل العامل الرابع هذا، ولا عنا تم ابلاغ علينا. خالد الخزنة مغلقة، يجب ان نقتل الحراس لكي ناخذ المفتاح. اوكي، الحارس الاول، الرابع، تحرك، اعمل شيء قبل ما اقتلك. خلاص كل شيء، حصلنا على مفتاح الخزنة، لينا مفتاح الخزنة. ها اسمه خالد يا عم. الاساس قمت بحمد، واخيرا حصلنا على كثير من الاموال. كنسل الباقي اللي يحصل، ونحن نحصل 65,000 دولار. حسنا لنخرج من البنك، لقد تم تحويل 65 دولار. ليش؟ هيا نذهب بسرعه. تمام، اللعنه، ها نحن ذا سنقتل الجنود قبل ان يمسكونا. جنود خلاص قتلنا. اوكي
نجي هنا نتبع النقاط. تمام اخذنا اول حاجه في الدم، نروح عند النقاط. انا ما بنو بطريقه احترافيه صراحه، انا خلينا نجي هنا اي هنا بقى من ظهر الساعه. وين نروح الحين؟ كميه اللاج الموجوده مش طبيعيه، والله مو طبيعيه. اكره شيء عندي بحياتي انهم يضيفوا ثلاثه برايك بمكان واحد، احس كذا بنرفزه لما اشوف كذا صراحه. لما يتعدد الابراج مش حاجه حلوه، ان انت تعمل نفس الواقع افضل صراحه. المدينه كبيره وكلها ابراج وكلها اشياء خرافيه، بس ان الموسيقى تزعجك طول اللعب يعني، وانت تلعب الماب تزعجك الموسيقى طوال الملاعب. خلينا نشوف اذا مت اين اروح. اوه ارجع من البدايه صراحه، لان مابك كبير كثير كبير زياده، لذلك في لاج احسه مبالغ فيه. طريقه بناء الطرق حاجه خرافيه، شوف كيف طريقه استغلال الاماكن حاجه حلوه. اكتبوا تعليقات رقم واحد، وشوفوا جنب رقم واحد عدد التقييم من 10، وننتقل للماب الثاني. الماب الثاني من امير ساد، هذا الشخص جاب ماب اسمه VSX، مش عارف ليش الاسم كيف فكر بهذا الاسم. المهم قال اسف صوره خلط، ها جاب صوره ورجع قال اسف صوره خلط، ورجع جاب صوره ثانيه. صح يعني ان هذه الصوره كان خلط، انتبه كذا خلط. المهم خلينا نجرب هذا الماب ونشوف ايش في هذا الماب. طبعا الماب صغير واضح انه تي دي ام، فخلينا نختار مثلا الازرق تي دي ام يعني انتو ناس قتال، ونشوف كيف بني هذا الماب، كيف طريقة بنائه لهذا الماب. تمام بدأت اللعبة كذا لانه صغير يعني ما في لايك، شوفوا كيف ما في لايك مقارنة بالماب اللي راح. اوكي يعني باب متواضع، ما في شيء الخرافي ذا، باب طبيعي. في هنا مكان كمبرة يعني اذا جيت كمبر بهذا المكان، سيارات حلو. في هنا واحد اللي يطلع طالع هناك يكمبر، وهناك واحد برضه واحد هناك يطلع يكمبر. اذا كانت متقابلة كان افضل، يعني مثلا هذا يكون مقابل ذاك امامه، يكون حاجة حلوة يعني صراحة. فمش عارف ليش قفز لعرض هذا القدر، بس احس في سلالم كثيرة بهذا المكان. انا عيوني في اثنين سلالم، وات ذا هيل. هذا بس تخفض الاف بي اس على الفاضي، لانه شفنا حتى السلام كذا بالجو، بس انه سلام واحد فقط. المهم باب تواضع صغير حلو، مش بذاك الروعة بس يعني برضو حلو. فصحيح اكتبوا التعليقات اثنين وكتبكوا جنبه يعني الرقم اثنين، كتبكوا جنبه كم التقييم من 10. وخلينا ننتقل للماب الثاني. الماب الثالث وهو من اكس كوبرا اكس. اهلا اكس كوبرا اكس، كيف حالك؟ الحمد لله. كيف حالك زمان عنك؟ ثواني اجيب المصحف احلف لك. ادي حق سيتي كي بي وقال بيتا، بس هذا اللي كتبه قال بيتا. وخلينا نجرب مابو كيف، هل تطور ام لا. ندخل مابو، شيت 846 كيلو بايت. خلاص اكل. وات ذا هيل ليش؟ خلاص جهازي بيرجع فيه شلل، صدقوني بيرجع فيه شلل. خلينا نشوف هنا، نخفض شوي من الجرافيك، نخلوه اقل شيء كذا يعني. شي تلعب مدينة سيتي كابي ضروري تخفض الجرافيك لأقل شيء. خلينا نخفض هذا وخلينا كذا يعني سادين أصحاب، ما نشي نزاعل بعضنا. وخلينا ندخل الماب. يدخل الماب، خلينا نشوف كم قطع داخله. أنا مشجن يعني في شجن أو فضول داخلي أشوف كم داخل القطع. شوفوا ما شاء الله كمية التفاصيل يا اخي، والله ان سيتي كابي شيء خرافي والله. شوف الى حد الان مواصل 5700 ومواصل 6000 ومواصل 7000 وعاد مواصل 8000 ومستمر. تخيلوا 8613 قطعة داخل هذا الماب. تبدأ بالمستشفى، حلو. كمية التطوير ما شاء الله. بس ليش تفاجأت انا؟ لانه تشوفوا الماب الاول اللي شرحت عنه ما كان كذا يعني، في كراسي، في كان كذا غرفة بسيطة، وكان يعني كام سيكونس من مكان كذا، وانت تخرج من الباب وخلاص خرجت الشارع. ما شاء الله في تفاصيل كثيرة داخل هذا الماب،
شكلي راح اغرق بالتفاصيل، صدقوني اغرق بالتفاصيل. في ذاك المكان المسعد، خلينا قبل ما اروح المسعد خلينا نروح كذا. واو واو ما شاء الله، بس شوف ذي الاماكن والله تفاصيل كثيره، او على قدر ما في 8500 قطعه ما في ذاك اللاج، لانه ما في تداخل. شوف تداخل، شوف هذا على ما اعتقد المطعم تبع المستشفى على ما اعتقد، في هنا التلفاز، وهذا المكان مغلق على ما اعتقد عدو قيد التطوير، هي ما تعرف تحمل الاسلحه. هل هذا المكان يمكن عدو قيد التطوير؟ فلذلك خلينا نخرج من ذا المكان ونروح قد ذاك المصعد، ونرجع ندخل الغرفه الذي دخلنا المره الاولى، ونخرج من ذا المكان، نخرج للمدينه مثل الجزء الاول. هنا في العلاج برضو نفس الجزء الاول، بس سيتي كابي او اكس كوبرا اكس، هذا العلاج اذا حطيته داخل المستشفى وتعرف تدخل داخل المستشفى بيكون هذا الشيء خرافي. يعني مثلا تشتهي تتعالج يدخل المستشفى نفسه، مش هنا خارج المستشفى، او انك تضيف هنا سيارة اسعاف يكون هذا الشيء خرافي. نجي ذا المكان، في هنا بنك. حلو، شوفوا عمل المستشفى واخفي كلمة هوسبيتال وخليه بنك، مش انك تخلوه بنك وهي مكتوبة طالع هوسبيتال، تكون شيء يعني كذا بيض. برضه هذا مكان قراق ما يفتتح، نجي ذا المكان ونقرب ندخل البنك لانه تعرف على ما اعتقد تعرف تدخله. يا اخي ما شاء الله، يا اخي ما شاء الله، شوف كمية التفاصيل والله شيء خرافي. شوف على ما اعتقد في هنا صور تحتاج انترنت على ما اعتقد، نجرب نفتح الانترنت ونشوف. بعد ما فتحت الانترنت تشوفوا كمية التفاصيل الموجودة بذا المكان، شوفوا هنا الازرار، شوفوا هنا الشاشة، مكان ادخال بطاقة. يا اخي والله شيء خرافي، يا اخي والله انك كيف يعني تستحق جائزة، ايش من جائزة؟ جائزة نوبل للوس انجلوس. هاي خليني ساكت احسن، لا تنهى. هنا في فلوس بذا المكان، خلينا نشوف هذا المكان ونشوف نروح. طن سمعت صوت طن كذا، يعني انا دخلت البنك. واو نموذج للبنك ما شاء الله، ما اعرف اني نجي بالافكار. نجي ذا المكان وندخل، ما نعرف ندخل، بس شوف التفاصيل اللي داخل، انه في درج كذا طالع، وهنا في باب، وهنا الكمبيوترات حق صاحب البنك. صح انه ما فيش ناس داخل يعني المدينه، بس يا اخي والله انه مبدع مبدع ما شاء الله. هنا قال لك نيو باك سيتي ماب كوبرا داتا نيوز اكس كوبرا اكس، وهنا ما جاد ماب جاد بوليس جاد بانك جاد اول. كيف يعني اله الماب، اله الشرطه، إله البنك، إله الكل، مش عارف، بس أنا مدري ليش حاسس إني أذي. عيد عيد. وهنا قال لك 911 للبوليس، نقرب نتصل 911، نقرب، هل في يمكن نخليه كذا نتصل البوليس؟ لا ما في شيء، فازي. هنا قال لك إن هذا المكان للفلوس، نجي ذا المكان ونشوف. نطلع الدور الثاني، قلت لكم ان كمية ما شاء الله كمية التفاصيل الموجودة مش طبيعية. نجي ذا المكان، اوكي، في هنا تمام. وات؟ لا لا لا، في هنا جلتش جلتش، في هنا جلتش. وات ذا هيل؟ ولد ولد، وات جلتش؟ بس كيف اعمل الحين؟ ما في اللي اقتل نفسي؟ واشوف نرجع، انا ما فيش حل ثاني. نرجع من داخل المستشفى، هذا الشيء اللي هو يعني معقول انه عندما تقتل نفسك ترجع من المستشفى، شيء طبيعي، او عندما تبوت يعني كذا بشكل عام ترجع من المستشفى. نخرج من ذا المكان ونروح مكان ثاني، بعدين راح نرجع على البنك لانه في تفاصيل كثيره ما اعتقد داخل هذا الماب. نتصل للسياره اللي نتجول براحتنا مثل كل مره، نقرب مابات. اوكي، ضاف هذا الشيء اللي تحت، البترول يخلص بسرعه، شيء حلو. يا اخي تعجبوني انكم تلاحظوا الشيء اللي، ليش الطريق كذا؟ يعني تحتاج نت؟ اوكي، فقايل لاني محفظ الجرافيك. يا اخي هذا المكان اللي دخلنا المره الاولى على ما اعتقد، خلينا نشوفه هل في تطور داخل هذا المكان او لا. وات ذا شيت، الماب طريقة بناء خرافية جدا، يعني صراحة ما شفتش أي ماب بهذا البناء. في هنا جراج، خلينا نشوف هنا جراج. المهم في تفاصيل كثيرة في هذا المكان، جراج ما يفتتح. هذا المكان نخرج، في هذا المكان ايش؟ كافي يمكن، كافي، ايوه كافي، اوه لابريري اللي هو مكتبة. ها
حل الليل والظلام وخلينا نخلي صباح افضل. اوكي جاء مطر برضه، خلينا نبعد المطر. ذا المكان مش عارف ايش المشكلة، ان انا جربت هذا الماب بجرافيك ضعيف، كان يستحق والله كل الجرافيك بس ان الجوال ما يدعم. هذا المكان مغلق. جيت لي فكرة، ليش ما فيش مكان كذا مثلا يسع الباب هذا بس انه تدخل على نفق، مثلا مكان مجاري عزكم الله، يعني كنت تخرج داخل قصب المجاري. المهم كذا المكان نشوف، يعني من الان ماب اكس كوبرا اكس راح يكون الماب الاخير اللي ذحين نقرب له هذا اليوم، لانه ما شاء الله في تفاصيل كثيرة وفي تطورات خرافية. شوفوا دخلنا هذا المكان، انا ما اعتقد مكان مهجور مدري كيف، مخزن في مكان دخان على ما اعتقد. يس شوف ما شاء الله قوي التواصل يا اخي والله، يا اخي والله حاجه خرافيه. اوكي في هنا سلم بس انا ما تعرف تدخل هذا المكان. حلو نرجع نفس الطريق. حلو برضه هذا المكان على ما اعتقد مكان كذا مهجور مش عارف. اما عن هذا المكان ففي هنا حاجتين، خلينا نقرر ندخل هناك. والتشت شوف انا اكلمكم على هذه الاخطاء، يعني اخطاء مربع الاوامر فقط، هذه الاشياء الناقصة في هذا الماب فقط، ولا كل الاشياء نقلك كل الاشياء للحصر خرافية جدا. خرج من المستشفى واتفاجأ ان الصور هذا تحملين، ما كنتش عارف ان في هذا المكان اصلا صور. هناك مثلا هناك اعلان على السيارة هذه، هناك في البوغاتي، وهنا اعلان على البيبسي بهذا المكان. هذا الهوتيل تبع المرة الاولى اللي دخلنا، ان شاء الله بنقربه مرة ثانية لان الماب الفيديو اصبح طويل كثير. بس المشكلة انه ما تعرفت تميز الطريق، يعني لو تعمل كذا الخطوط اللي بهذا المكان انه افضل على ما اعتقد، على ما اعتقد ان الخطوط حق الطريق بقى تبين هذا اصلا طريق رئيسي، ما تفرق بين الطريق الرئيسي والطريق العادي. المهم على ما اعتقد الفيديو اصبح طويل والماب عد بينه كثير من التفاصيل. وبس هكذا وصلنا لنهاية الفيديو، فإذا عجبك الفيديو لا تنسى تدعم على زر اللايك والاشتراك وانت تضغط على زر الجرس ليصلك كل اشعار عن اي فيديو اقوم بتنزيله. طبعا قريب شويه نوصل 16000 مشترك، يمكن يعني عند نزول هذا الفيديو يمكن وصلنا 16000 مشترك. فالشيء اللي كنت اكلمكم عليه وهو انه قريبا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اذا حصلت وقت فارغ ان شاء الله راح اعمل سيرفر مثل سيرفر الحياة الواقعية بجي تي اي في، بس ان انا اعمله سيرفر حياة واقعية في لوس انجلوس. راح اوظف فيه ان شاء الله بنائين يكونوا بنوء الماب، وراح اوظف ان شاء الله مثلا بوليس يكون داخل الماب، وايضا يعني اي واحد يكون مثلا مخالف القانون يطرده مثلا او يقتله او يحبسه او شيء يعمل حاجة، او اننا وايضا راح اوظف ادمن يكونوا داخل الماب، يعني يكونوا مثلا يخلوك بناء، يخلوك شرطي، يخلوك تاكسي، يخلوك اي شيء من هذه الاشياء. ففكر انا بهذه الاشياء وان شاء الله راح اعملها مستقبلا. فاذا شفت منكم دعم اسطوري خرافي حنطوري المهم راح ان شاء الله راح اعمل هذا السيرفر، او نكون يعني اول ناس يفتح سيرفر باللغه العربيه داخل لوس انجلوس، راح يكون هذا الشيء خرافي ان شاء الله. وكل ما يصور فيديوهات من عنده، يعني اللي معه قناة يوتيوب ايش يصور فيديو عن هذا السيرفر برضه يصور من عنده، وان شاء الله راح نعمل يعني كذا فعاليات كثيرة ان شاء الله. المهم وصلوني 20000 مشترك، واذا وصلت 20000 مشترك ان شاء الله باقرب وقت ان شاء الله راح افتح هذا السيرفر، لاني كذا مصمم اني راح افتح هذا السيرفر. فاذا لم تكن مشترك اشترك بالقناة لي لنوصل 20000 مشترك باسرع وقت ونفتح السيرفر. ف اوت.